السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا لاباس. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا دونك فيديو جديد، روتين جديد ان شاء الله. غادي تدوزوا معايا هذا النهار وتشوفوا كيف ما طلع قبلوا عليه. واكيد اكيد اكيد كنتسنى منكم التعليقات ولي لايك ديالكم اللي كيفرحوني بزاف بزاف بزاف. وكي قلت لكم فيديو جديد ان شاء الله، غتقولوا هادي مالها، شنو كدير على الصباح؟ حيت فريمون هذا راه الصباح مشيت وصلت بنتي للمدرسه ورجعت نيشان كنوجد الفطور، دونك مهم تقولوا علاش كتشعل النفخ على النفخ على الصباح بلاتي وانتم ما تعرفوا علاش. ومن بعد ما غنسالي هاد النفخ باش نخليه كي شي شويه هكذا كيزند لي، غنمشي نصوب معكم المخنفر. بالنسبه للمخنفر بزاف البنات اللي قالوا لي نتشاركوا معاهم، ولكن اول مره دابا على القناه غادي نديرو. دونك غادي نخليكم هنايا باش تشوفوا المقادير وشنو كندير فيه، راه كيجي زوين. قلت لكم المخنفر اشنو غادي نستعمل فيه؟ غادي نستعمل فيه واحد ديال الخميره ديال العروسه ديال 7 غرام، وغادي نستعمل جوج معالق صغارين ديال الخميره اولا معلقه كبيره ديال اللي كناكلو بها. غادي نستعمل جوج ديال المعالق ديال سنيده، وكذلك غادي ناخذ شويه ديال الملحه، غادي نعبرها غير بيدي حيت انا ما كنعرفش نعبر بالمعلقه. وغادي ناخذ واحد البيضه اللي حتى هي غادي نديرها، ومن بعد غادي ناخذ عندي جوج زلايف ديال الماء، هما اللي غادي نديرهم والماء يكون دافي. بالنسبه للطحين غادي ندير طحين الفينو والطحين الابيض يعني الفورس، جوج زلايف. انا تما غادي تشوفوا زلافه مخلطه فيها الفورس والفينو، وزلافه الاخرى حتى هي مخلطه فيها الفورس والفينو. غادي نطحنهم مزيان. مهم ها نتوما جوج زلايف ديال بحال دابا غنقولوا زلافه ديال الفورس، زلافه ديال الفينو، وجوج زلايف ديال الماء دافي، هكا باش نكونوا متفاهمين. صافي غادي نديرهم في هذيك المولينيكس، غادي نطحنهم مزيان مزيان كي كتشوفوا هنايا. راني ما ضفتش كلشي في النوبه الاولى حيت عمرات المولينيكس حاولت تنطحن داكشي ويهبطي لتحت، عاد وليت زدت داكشي الاخر وطحنته عاود مزيان. غادي نديرها هكذا في شي حاجه، شي بول ولا شي حاجه اللي غادي يمكن لي نغطيها بالسلوفان، ونخليها تقريبا نص ساعه ديال المكانه. عاد نبدا كنطيب فيه، هو كيجي ثقيل على بغرير، ما كيجيش جاري بزاف، كيجي ثقيل شي شويه. وغادي نخليكم تشوفوا كيفاش كنطيبوا. هنايا من بعد ما طيبته وساليت، هانتوما شوفوا كي كيجي غزال. عرفتي البنات كيجي من الداخل داير بحال الشكل ديال هذاك البغرير، يمكن خرينغو سميتو، هذاك اللي كيكون هكذا كبير بزاف كنشريوه من الزنقه. هكا كيجي من الداخل، كيجي بنين واحد الدرجه ما تخيلوهاش، وما كيجي لا معجل لا حتى شي حاجه. كنتمنى انكم تجربوه، اكيد تردوا عليا في التعليقات. هنايا اشنو غادي ندير بهاد النفخ هذا اولا هاد المجمر؟ غادي نمشي نجيب واحد الخبيز اللي بقى لي من البارح، غادي نشويه. بالنسبه للبنات هاد الشيء كانت ماما شحال هادي كانت دائما في يامات ديال البرد كانت دائما كتشوي لنا هكذا خبيز، على هاد النكهه هادي ديال النافخ. زعما الصراحه يا البنات كانت شحال هادي واحد الحياه لي زعما الصراحه ما كرهتش ولا ترجع غير نهار واحد نرجع نعاود نعيش من يامات زمان، والله ما كرهت لي، من الحياه كامله تبدلات. وقلت والله هاد النهار مع الشتاء سبحان الله العظيم، البارح وهي كطيح والجو تبرد، قلت والله حتى ندير هاد يعني نحاول انني طلقت انا النافخ والعافيه في الدار هكذا، وتطلق داك الريحه في الدار ديالها هكا شويه ديال الخبيز، وما عجزتش. قلت والله حتى نوض نصوبو هذا البنات كنشويوه بحال هاد الشكل هذا، ومن بعد
نفندوه في الزيت البلديه او زيت الزيتون. الصراحه يا البنت كيجي بنين، وكنتمنى اي وحده مجربه هاد الماكله هادي تخليها لي تحت في لي كومونتير تقول لي حتى انا، وديديكاس ليكم كاملين كاملين كاملين. ومن بعد ما كدوز الفطور، ومهم الى الجهاد او لا الى الشغل ديالو بصح، دابا عاد غادي نمشيو عاوتاني للروتين اليومي وهذاك الشيء اللي كنديروه كل نهار، وما يمكنش نهار ما نديروهش. كلينا اكيد نجمعوا الطبله، الواني اللي وجدنا فيهم اكيد غادي نغسلوهم، والبلاصه اللي جلسنا فيها وسخناها اكيد غادي نضفوها. ايوا، وشي حاجه شي روتين اللي ما يمكنلكيش تزوليه بتاتا من حياتك هو هذا، لان الا ما كنتيش يعني الا ما كنتيش نقيه، والا ما كنتيش حادقه، والا ما كنتيش طيبه لراسك، والا ما كنتيش المهم شنقول لكم مروقده، فما عندك لاش تعيشي، ما عندكش الحياه. لان اللي كتضرب تماره، واللي كتجمع، واللي كطيب، واللي كتنظف، واللي كدير هادشي كله، فعندها واحد الاجر عظيم عند الله. لان اصلا حتى العمل عباده، وحنايا كناخذ واحد الاجر اللي كبير بزاف 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 بزاف. والله يحسن العوان هادوك المساكن الخدامات اللي كيخدموا بدراعهم عند الناس، الله يحسن لهم العون، وفي نفس الوقت برافو ليهم، حيت انا قلت لكم كياخذوا واحد الاجر اللي عظيم. فباش تكوني واحد الانسانه اللي مسؤوله على الحياه ديال بزاف ديال الناس معك في الدار، وتكوني قاده بهم كاملين، طيبي لهم، توجدي لهم في الوقت ديال المرض باش تقابليهم، خدامه 24 ساعه على 24 ساعه، تنظفي لهم البلاصه اللي يكونوا جالسين فيها اولا اللي عايشين فيها، هادشي كله راه عندك الاجر عند الله عظيم بزاف بزاف بزاف. فدائما ما تقوليش عييت، ما تقوليش هذا، ضروري كيجينا واحد بعد شي مرات واحد لا ديبرسيون اولا كي كنقولوا اكتئاب من هاد الشغل، وكنملوا وكنعياو، ولكن ما عندنا ما نديروا، لان هادشي كيتساير معنا كل نهار، وهذا روتين اللي خصنا روتين حقيقي اللي خصنا نكونوا عارفينو، حيت واقع ما كاينش اللي يجي يضر لك شغالين ما درتيش انتينا براسك. وهذا ما كان، المهم نخليكم على فيديو بلا ما نكثر عليكم بلا بلا.
فانايا مشيت كنصوب الشلاضه بالنسبه للبنات، لهاد الشلاضه هي فلفله ومطيشه اللي كنشويهم، ومن بعد كنقطعوهم طريفات صغار مع شويه ديال الحامض مصير. وبالنسبه للشرموله ديروا لها اللي بغيتوا، انا كندير لها غير الثومه والملحه وشويه ديال الكمون شويه ديال الحامض وشويه زيت الروميه وصافي كنخلطها. كتبان للبنات اللي كتعجبهم الشلاضه تكون حامضه، راه كتجي محمضه، المهم على مذاق ديال داك الحامض مصير وداك الشيء. فهذه هي اللي درتها هذا النهار. و بالطاجين شنو درت؟ فدرت اللحم بالشيفلور حيت قالوا لي ندير لهم الشيفلور، ودرت لهم هنايا كي قلت لكم اللحم بالشيفلور، وهنايا صافي راه طاب غير كيتقلى. بالنسبه خرجت مشيت تسخرت وما ديتكمش معايا حيت خرجت مزروبه يعني دغيا دغيا، ما كانش عندي الوقت اللي عاد نبقى نتعطل وهذا وهذا. مشيت لعند مول الذهب وخديت الولد خاي اولا الولد مرت خاي اللي ولدهم بجوجهم، خديت لهم هاد التعلقه هادي ديال ايه الكرسي هي اللي خديتها له. الصراحه تلفت شنو ناخذ له، عييت ما نفكر هذا، ما لقيتش زعما شي حاجه اللي ها كناخذها له، واخا هو ولد ورا زعما نورمالمون حرام كنعرفوا الرجال اولا وليدات يعني ذكر يدير شي حاجه ديال الذهب لانها حرام، ولكن المهم هكا غير تبقى له كو بحال سوفينير وصافي، ولا ديرها ماما. المهم انا هادشي اللي عرفت ما نشري له، وكنتمنى انهم يقبلوها مني شي حاجه بسيطه. الله يخلي لهم وليدهم، والله يجعلو يتربى في عزهم ان شاء الله، والله يسهل على كل وحده محرومه من الوليدات، الله يسهل عليها ويعطيها الذريه الصالحه ان شاء الله.
البنات بالنسبه لهاد لاكارت هادي مي كتجيو كتكومونديو من ماكدونالد كيعطيوكم هاد لاكارت هادي دايره على هاد الشكل هذا. وانتينا وزهرة كتحلي لها واحد اللعيبه هنايا الا لقيتي فيها هكا شي حاجه انا دايرين فيليسيتاسيون فوزافي غاني هاد الكورني هاد لا غلاس. المهم شنو ما لقيتي كيعطيوه لك غراتوي. وهادي راه شهر باش داروا هاد القضيه قال لكم باقي مده واحده اخرى ديال شهر واحد اخر يعني. وانتينا والزهر ديالك شنو غتلقاي؟ المهم انا هادشي من هادشي كله لقيت لها كلاص. كوكو حبيباتي، دابا عاد غادي نبان لكم. المهم راكم عارفين ما قديتش نصور لكم بزاف ديال الحاجات لان الهضره مع الناس راكم عارفين. ودابا قبل ما غادي نشد هذا الفلوغ هذا غادي ندير ديديكاس للبنات اللي توصلت بالتعليق ديالهم قالوا لي ندير لهم ديديكاس. غادي ندير الكوثر اللي كتسكن في العروي، نقول لها تحيه ديالي مني ليك حبيبه ديالي. وكذلك رياض حتى هي تحيه كبيره وخاصه ليها. وحنان الفيلالي من هولندا حتى هي غادي ندير لها تحيه مني ليك من هنايا كاملين. اصلا كاملين البنات راه غنسلم عليكم. وكذلك تحيه خاصه لسعاد وشهيرة سعيد اللي حتى هي بغات ديديكاس، نقول لها شكرا على الدعم ديالك حيت هذه متتبعه وفيه من نهار حليت القناه. وكذلك امال من ايطاليا حتى هي غنخلي لها واحد التحيه مني ليك. وشكرا البنات كاملين على الدعم ديالكم. كي قلت لكم راني ما كرهتش كل وحده نقول لها السميه ديالها. بالنسبه لديديكاس البنات اللي بغاتني نقول سميتها تخليها لي في التعليق وانا على راسي وعينيا نجمع هكا مثلا شي 6 7 ديال البنات وندير لهم تحيه على راسي وعيني. وهذا ما كان هنايا وصلت للتالي ديال لا فيديو. نتمنى ان شاء الله هذا الفلوغ تكونوا اولا روتين مهم فلوغ نورمالمون تكونوا دوزوا معايا مزيان. الى عجبك هذا الفلوغ هذا دعميني بلايك ديالك وان شاء الله تنطلقوا في فيديو واحد اخرى. يلا السلام عليكم.